صباح الخير أسماء. أهلا توني، صباح النور. شو أخبارك اليوم؟ الحمد لله. اليوم مشرقة أسماء مثل مدينة إسطنبول، اليوم بيصادف الذكرى 559 على صحيح. فتح إسطنبول، واليوم هيك عندها لوك عثماني بالشعر وبالمجوهرات اللي لبستهم اليوم. ميرسي، شكرا. لأنه فعلا توني اليوم حابة أخبر كمان مشاهدينا 29 أيار هو ذكرى فتح إسطنبول. محمد الفاتح قاد الجيش العثماني لفتح إسطنبول بسن جدا صغير، 21 سنة كان عمره. صح. فاليوم عم نحتفل بذكرى فتح إسطنبول مشاهدينا، وأكيد كلياتنا حاولنا نتحضر لهاليوم بشكل يليق بهاليوم هاد. صحيح، أنا حطيت بعض الأشياء العثمانية، التورة العثمانية حطيتها مع الهلال والنجم العثماني. طبعا اليوم يوم مهم جدا مثل ما قلنا مشاهدينا، ضيوفنا كمان فعلا مهمين. شو عنا بتحب تحكي انت؟ خلينا نقول كمان انه اليوم بسنة 1459 ب 29 ايار احمد الفاتح صارت ملك مدينة اسطنبول وصار اسمها اسطنبول. محمد الفاتح، صحيح. حدث مهم جدا، حتى الرسول عليه السلام بحديث له بشر بهالحدث قبل ما يصير. وكمان رح يكون في عنا فيلم الفاتح، مخرج فيلم الفاتح رح يحكي على فكرة أنه الفيلم ببلش بهالحديث، هالكلمات فعلا جدا مميزة عن تبشير محمد الفاتح لفتح إسطنبول. طبعا ورح يكون في عنا كاتب لكتاب أنا كتير هالأيام شاغلني الحياة لسه ما خلصته، عن السلطان محمد الفاتح، رح نحكي كتير عنه. صح. وانت هي قصة بوليسية بلشت من هلأ وبتمتد الجريمة لحتى عصر السلطان أحمد الفاتح. وبفقرتي في قراءة تاريخية حول المعركة اللي قادها أحمد الفاتح هو بسنة 1459 وفتح مدينة إسطنبول، حيكون في عنا هيك لمحة تاريخية وقراءة تاريخية لهذا الموضوع. صحيح. وبفقرتي أنا مشاهدينا راح نحكي عن الورود. نحن بنعرف التوليب له أهمية جدا كبيرة بتاريخ العثماني والتركي. مشاهدينا أنتوا ضلتكم عم تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك وعبر تويتر، حتى أصلا بلشوا يتواصلوا معنا قبل ما بلش الحلقة، بس حطينا بوست أنه اليوم ذكرى فتح إسطنبول، بلشوا يتواصلوا معنا كل مشاهدينا عبر الفيسبوك وحتى تويتر. أنا حبيت العبارة عم يقولوا أنه يلا عم نستناكم أيما تبلش البث. ما ننسى كمان بآخر حلقة اليوم في الفقرة الموسيقية ورح نسمع موسيقى تراثية عثمانية، موسيقى جدا جدا مميزة وحلوة كتير كتير. يعني بنصح مشاهدينا ما يفوتوا فعلا الفقرة الأخيرة، فقرة جدا ممتعة ممتعة كتير. للإضاءة أكثر وأكثر على هالموضوع، عنا قراءة تاريخية اليوم على أهمية فتح مدينة إسطنبول وكموقع الجغرافي وموقع السياسي وحتى التاريخي. معنا دكتور مصطفى كاتشار، أستاذ تاريخ في جامعة إسطنبول. أهلا وسهلا فيك. تشكر. أشكركم جزيلا، أهلا بكم. يعني اليوم دكتور ما فيني خبرك، اول شيء الفيسبوك على وار ويتينج على هالموضوع الحلقه، حسوا حالهم مشاهدينا وخصوصا الفولورز على الفيسبوك انهم رايحين على الحرب، يعني رايحين يفتحوا مدينه اسطنبول. مشهور الحماس العثماني والتركي، فرقة المهتران شفت كمان التقرير، اكيد هلا ضيفنا كمان بده يحكي لنا عن الحماس العثماني الموثق. طيب استاذ مصطفى، دكتور مصطفى، خلينا نبلش باول سؤال وهو تقليدي، شو اهميه فتح مدينه اسطنبول على كامل الصعد؟ بالفعل اهم سؤال هو في السؤال الاول الذي وجهته اول مره، اهميه فتح اسطنبول اهم من الفتح، واهم من الفتح بحد ذاته. قبل كل شيء فتح اسطنبول هو عبارة عن، ليس فقط عن فتح إسلامي أو فتح تركي، ويجب لا نقيمه من هذه الزاوية، من هذه الزاوية. فتح إسطنبول هو وقعة عالمية مهمة بالنسبة للتاريخ التاريخ الإنساني في العالم على الأكيد والأكيد. هو عبارة عن تغيير في حقبة زمنية إلى حقبة أخرى. إذا نظرنا إلى الماضي أكثر وأكثر، في الواقع نرى أن في الحملات الصليبية المتوجهة إلى
هذه المنطقة كانت هنا كان هناك عبارة عن عدم استقرار وحكم غير ناجح في تلك المنطقة. وهلأ نحن فعلا لنا الشرف عن جد نستضيف منتج ومخرج الفيلم الأستاذ فاروق أكسوي، رح نحكي معه عن الفيلم. أنا عندي كتير أسئلة، ما بعرف توني تفضل إذا بيسمحي. يعني فعلا فاروق بي قبل كل شيء رح طبعا أكيد هنيك على هالإنتاج، فعلا جدا جدا مهم، ويمكن إنتاج فيلم تاريخي بده جرأة شوي، وبده فعلا جهد كتير مهم، جهد دراسة وثائقية كتير مهمة. أول سؤال خاطر ببالي حابب أسألك، قديه أخذ معكم وقت تحضير لهيك فيلم؟ لأنه حدث جدا مهم، حدث فتح إسطنبول. طبعا نحن نبارك طبعا بفتح القسطنطينية أو إسطنبول منذ عام 1453، ونقول نتمنى الخير والسلام للناس ولكل العالم. طبعا عندما نتحدث عن الفيلم يعني حوالي ثلاثة سنوات ونصف نحن قمنا بالعمل لتحضير هذا الفيلم، يعني طبعا هي فترة طويلة من الزمن، طبعا هي حتى بالنسبة للنموذج الأمريكي هي طويلة جدا. مشاهدينا فعلا صلي تقريبا 10 أيام وأنا عم بقرأ هذا الكتاب، هو اغتيال السلطان لأحمد أميت، وضيفنا طبعا كاتب هيدا الكتاب. انا قبل كل شيء احمد بي حابب اقول لك انه قبل ما كنت اعرف انه رح نستضيف حضرتك انا اخذت الكتاب، فبالنسبه لي صار حدث كثير حلو، صدفه كثير حلوه انه اقدر استضيف الكاتب اللي انا عم بقرا كتابه. اهلا فيك احمد بي. اهلا بكم، شكرا جزيلا. يعني اغتيال السلطان، اسمح لي اسال هالسؤال، هو يمكن شوي وقح، هل هي موضه اليوم؟ يعني عم نشوف مسلسلات السلطان، عم نشوف ازياء السلطان، عم نشوف كتب عن السلطان وحرام، يعني هل هي صارت موضه اليوم بتركيا كل شيء بيختص السلطان؟ عم نعمل سلطان كل شيء سلطان. في الحقيقه لا، أنا في موضوع كتابة القصص من الأساس أتوجه إلى عمق التاريخ التركي وأعكسه على هذه القصة العاشرة لي في هذا، وجميع قصصي تكلمت عن الهتلر، الهتيت والرومان وتاريخ إسطنبول وتاريخ المسيحيين وتاريخ بشكل عام العالمي. وعندما بدأت بكتابة هذه القصة قبل سنتين كان هناك مسلسل تكلمتم عنه حضرتكم. إذا كان هذا عبارة عن موضة ليس لي علاقة في الموضوع، أنا بدأت كتابة هذا الموضوع ضمن هذا النطاق التاريخي الذي أكتبه، هذا خطي في العمل. أنا عبارة عن كاتب قصة وأتكلم عن روح الإنسان، وروح الإنسان هي عالمية ليست خاصة بمنطقة معينة، ولكن كل شخص له روح، ولكن هذا عالمي، وكل رجعنا إلى التاريخ علاقة الروح بالإنسان من الماضي إلى الحاضر. هذا كتاب أشرح في هذه النقطة. أهلا فيكم مشاهدينا بفقرة الحياة الطبيعية، من أكثر الفقرات أو الضيوف اللي فعلا أنا دائما بستنى يجوا ضيوف لألنا هو أركان شامجة. أهلا فيك أركان بي، وخصوصا اليوم مشاهدينا رح نحكي عن الاعتناء والاهتمام بالورود، بما أنه هلأ فصل ربيع، وأكثر السيدات حتى اللي عندهم ولو ما عندهم حدائق حتى بالبلكون أو بالشباك بيحاولوا يهتموا بالورود، الورد الجوري بشكل خاص. رح نحكي عن الورود صحيح اليوم أركامي؟ نعم هذا صحيح. اليوم سنتحدث عن الورود، بدأنا بالورود. ما هي الورود؟ الورود هي طبعا ملائكة الزهور، ملائكة الزهور، ويجب أن نضعهم في حدائقنا، نضعهم في طبعا التراس والبلكون الذي يشرف على البيت. كان دائما يقولون إنها ملك الزهور،
ملك الزهور. هذا هذه الورود كانوا يسمونها بهذا الاسم، ويجب علينا أن نعرفها جيدا. وأريد أن أتحدث عن الزهور في العهد العثماني. الزهور ليست تشرح لنا الأصالة والجمال، ولكن هي دخلت في مطبخنا ودخلت مع في مزهرياتنا، على طاولات الأكل، على طاولات التي نتناول فيها الطعام. هي عبارة الوردة هي عبارة عن زهرة رومانسية، تعبر عن الرومانسية. الزهرة هي حسب اعتقادنا هي ريحة من ريحة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي رائحة معطرة طبعا. وعندما كان يقوم ببناء مسجد كان هناك الورود مع الورد يرش على الجامع هناك في ساحته. صباح الخير مشاهدينا من أحلى مدينة بالكون، اللي هي اليوم إلها يوم رائع وذكرى فتح إسطنبول القسطنطينية القديمة. 29 أيار هو اليوم اللي بيصادف لفتح مدينة إسطنبول من قبل السلطان محمد الفاتح اللي كانت تحت سيطرة البيزنطيين. اليوم يوم مهم جدا إلنا وإلكم ولكل الشعوب العربية والإسلامية. راح نزور اليوم بهاي المناسبة قلعة الحصار اللي بناها السلطان محمد الفاتح لحتى يفتح إسطنبول. خليكم معنا لحتى نزور هالقلعة العظيمة. اليوم عندنا ضيوف مميزين، في عندنا عازف القانون كمان استقبلناك قبل الحلقه، صحيح، وعندنا ضيف مميز اليوم. اهلا فيك عازف القانون، والمدام ايلين شانغول تاشتشي، حضرتك مغنيه جدا معروفه، مغنيه الموسيقى التركيه، اهلا فيكم. مرحبا، شكرا لكم. يعني توني حابب يسمع قبل، بس أنا حابب أسأل إذا ممكن. تفضل. ممكن؟ تفضل. يعني أنا حابب أسأل ضيفتنا شو هي خواص موسيقى إسطنبول؟ شو هو اللي بيفرق الموسيقى التركية بموسيقى إسطنبول؟ بالنسبة لموسيقى إسطنبول فهي فعلا تحمل مكانا مهما داخل الموسيقى العثمانية. وقبل أن نتحدث عن هذا يجب أن نتحدث عن فترة تحديث الموسيقى التركية، وأستطيع أن أتحدث عن هذا الموضوع بقولي إن من الفارابي وعبد حتى عبد القادر المراكي كانت هذه فترة تطور الموسيقى التركية، حيث بدأت قواعد تظهر. بعد ذلك بعد وفاة عبد القادر المراكي نحن نقول عن هذا العهد هو تطور الموسيقى الإسطنبولية. اتفاتت منا عاشقا